في غضب وزعل عند قطاع كبير جدا جدا من الأهلاوية. ليه؟ النادي الأهلي عشان بيستعد للموسم الجديد وعنده مدير فني أجنبي بيشتغل وعايز يفهم الموسم اللي جاي هيشتغل إزاي، أول بطولة عندي إمتى، مباريات الفترة اللي جاي هستعد لها إزاي، عايز أعمل برنامج إعداد. ده ألف بيه على فكرة. وحتى النهاردة فيتوريا لما أتكلم في معسكر المنتخب وإن المفروض بداية الموسم تبقى معروفة من بدري، على فكرة ده كلام صح جدا، والنادي الأهلي كان بيشتغل على ده، والنادي الوحيد في المنظومة كلها اللي كان بيناقش وعايز يعرف الموسم هيبدأ إزاي. والكلام ده الأهلي ما عملوش على فكرة مع الاتحاد المصري بس، ده عمله مع الاتحاد الإفريقي. الأهلي بعت على فكرة 3 خطابات للاتحاد الإفريقي عشان ميعاد السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري. يعني الناس بس ما تكونش فاكرة إن الأهلي ما بيتكلمش إلا مع الاتحاد المصري، لا، ده الأهلي بعت 3 خطابات بالعربية وبالفرنسية للاتحاد الإفريقي عشان يسأل على ميعاد السوبر، موقف السوبر، هلعب السوبر امتى، شهر 8 هيبقى صعب، 1/9 هيبقى صعب. فكان في اتصالات وكان في ردود على فكره من الاتحاد الافريقي، والمواعيد يعني الناس كانت عارفه مسبقا ان في اتجاه ان هيحصل كذا كذا في موضوع السوبر الافريقي. ولكن ليه الاهلاويه زعلانين؟ وليه قطاع كبير جدا من الناس اللي بتحب الكوره وبتعشق الكوره زعلانه من اللي بيحصل في الشان المحلي؟ لان مفيش نظام، مفيش نظام، ومفيش ناس بتواجه، ومفيش ناس صريحه. كله تزعلوش مني، كله بيستخبى، محدش عايز يطلع يقول يا جماعه الموسم اللي جاي وضعنا كذا. اخر حجه واخر عذر، اخر حجه واخر عذر كان عند اتحاد الكوره، وكان دايما الاستاذ عامر حسين اللي انا بكون ليه كل تقدير واحترام كان يطلع يقول لك اصل مستنيين موقف السوبر ليج، مستنيين موقف كاس العالم للانديه، مستنيين موقف السوبر الافريقي، كل ده اتحدد. بعد كده قال لك ايه؟ اصل مستنيين موعد اللقاء المؤجل بين سان جورج الاثيوبي مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طب ده كمان اتحدد يا حاج عامر. عشان كده الاهلي النهارده لما رد على عدم الاستجابه في موضوع البطولات المحليه وان في كمان بطولات مستحدثه خلال الفتره اللي جايه، الاهلي بيتكلم وهو على ارض صلبه. ليه؟ وده خبر رسمي بعلنه من خلال برنامج الترند. الاتحاد الافريقي حدد موعد لقاء الذهاب بين سان جورج الاثيوبي مع الاهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لتقام المباراه احد ايام 22 او 23 او 24 شهر 9. ثاني، الاتحاد الافريقي حدد بشكل رسمي ونهائي موعد اللقاء المؤجل بين سان جورج الاثيوبي مع الاهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لتقام المباراه احد ايام 22 او 23 او 24 من شهر 9 المقبل. السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه 15/9، فعلى طول الاتحاد الافريقي اجل لقاء الاهلي، واجل اتحاد العاصمه على فكره لقاءه ايضا في كاس الكونفدراليه الى احد ايام 22 او 23 او 24/9. لسه بقى اليوم اللي هيختاره النادي الاثيوبي نادي سان جورج للمباراه هتقام على ارضه في ذهاب الدور التمهيدي الثاني. فبالتالي كل الاستحقاقات الافريقيه اتحددت. هتقول لي السوبر ليج عندك الفورمات وعندك البرزنتيشن الخاص بالسوبر ليج، اتحاد الكره عنده المواعيد، اتحاد الكره عنده نظام البطوله، محدش يطلع يقول لنا يا جماعه احنا ما عندناش حاجه. والله عندكم كل حاجه. عندك السوبر الافريقي ميعاده امتى؟ والخطاب الرسمي جه لاتحاد الكره، واتحاد الكره اللي بلغ الاهلي. عندك الفورمات والبرزنتيشن الخاص بالسوبر ليج الدوري الافريقي وميعادهم 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر